طابت اوقاتكم واهلا ومرحبا بكم الى حلقه اليوم من كشك الصحافه والتي نبداها كالعاده بالعناوين. من الموقع بوست: بعد اسبوع من منع الحوثيين لهم، نازحو الحديده ممنوعون من دخول عدن. وصحيفه الايام تقول: لا يمكن تجاهل ان اهل الحديده لا علاقه لهم بالسلاح. ومن بي بي سي: الخبر الأكثر تداولاً ليومين متتاليين، هرب من سجنه في باريس على متن طائرة مروحية. ومن البيان: رواد فضاء روس يحتفلون بفوز منتخب بلادهم على متن محطة الفضاء. أهلاً بكم بقى. قبل أسبوعين حاولوا النزوح إلى عدن، وكانت ميليشيات الحوثي لهم بالمرصاد، فتم إعادتهم من منطقة الراهدة نحو محافظة إب. مجموعة منهم أرادوا الوصول إلى عدن، وهذه المرة لم تعدهم ميليشيات الحوثي، بل وفقا للموقع بوست فإن الحزام الأمني يمنع دخول عوائل نازحة من الحديدة إلى عدن، وبندغر يندد. وقال الموقع أن قوات الحزام الأمني منعت مرور عشرات العائلات النازحة والقادمة من مديريات محافظة الحديدة باتجاه العاصمة المؤقتة عدن لدوافع مناطقية. وقال شهود عيان للموقع بوست أن قوات الحزام الأمني المتموضعة في أطراف لحج وتحديدا عند حاجز الزيتونة القريب من مثلث العند تمارس إجراءات عنصرية بحق عشرات الأسر النازحة من الحديدة باتجاه عدن. وأضافوا أن تلك الإجراءات تسير لليوم الثالث على التوالي، حيث يتم منع سيارات النازحين من العبور بعد التأكد من هوياتهم. وذكروا أن عشرات السيارات والتي تحمل الأسر النازحة وما استطاعوا حمله من أمتعتهم متوقفة بالقرب من الحاجز الأمني الذي يتبع قوات الحزام الأمني. وأشاروا إلى أن أفراد قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات لم يراعوا وجود الأطفال والنساء والذين باتوا مشردين بالعراء جراء منعهم من العبور بحجج تتعلق بانتمائهم للمحافظات الشمالية. ويتابع الموقع: يأتي هذا التعنت في ظل وجود الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن. هذا الحنين إلى الدكتاتورية. تحت هذا العنوان كتبت منى عبد الفتاح مقالها المشهور في صحيفة القدس العربي مضيفة: الشعب الذي يتبادل صور رؤسائه الدكتاتوريين السابقين ويتداولها مع صور لينين وعبد الناصر ومعمر القذافي وصدام حسين وكاسترو، يريدون أن تبقى صور هؤلاء لتحكم فقط، لأنهم لم يقتنعوا بضرورة الديمقراطية بشكل واضح. أما القلة التي اقتنعت فليست لديها الشجاعة للتغيير، بالإضافة إلى الكسل الفكري وعدم الاستعداد لتجريب جديد، ما يدعو إلى التقاعس وانخفاض الهمة. هذه التيارات الساعية إلى تبييض صفحة الدكتاتوريات السابقة والدفاع عن عهدها وخطها تمارس نوعا من الهروب العكسي إلى الماضي نتيجة العجز عن تغيير الدكتاتورية الحالية. ولأن مجابهة الاستبداد تحتاج إلى كثير مما يعده هؤلاء ضربا من المستحيل، فإنهم يلجؤون إلى حيلة وتكتيك نفسي يريحهم قليلا ويغنيهم عن تكبد مشقة التغيير وعنائه. ولم يأتي هذا الشعور الجمعي من فراغ، وإنما بعمل دؤوب من آلة الاستبداد التي تتفنن في القمع وتكميم الأفواه والسيطرة، حتى وصلت بهم إلى ما وصفه ممدوح عدوان في كتابه حيوانة الإنسان بتعبيره عن تقويض استقلالهم وتهشيم حرياتهم ومحو شخصياتهم لتعمل لصالح هذه الآلة وتخدم منطقها، بل وتتبنى أطروحاتها. وربما وصل الأمر إلى ما ذكره عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد، حيث يجري تطويع الأجيال وتطبيعهم بالاستبداد، بحيث يولدون ويقضون وهم يعتقدون أن الحياة وجدت كذلك، وأن دورهم الأوحد الطاعة والتواري والتحفظ والمحاذرة والامتلاء بيقين لا يشبه شك من أنهم مدانون حتى لو ثبتت براءتهم. فإذا تعيش على أرض يحكمها مستبد، تظل حياتك كلها منة وفضلا من الحاكم وأعوانه.
وجهت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي دعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإنقاذ حياة أكثر من 3,600,000 نسمة تقريبا يسكنون 26 مجرية بمحافظة الحديدة، حيث يشهد القسم الجنوبي منها مواجهات مسلحة. وذكر راصدو منظمة رايتس رادار في الحديدة وفقا للصحوانت نزوح أكثر من 5,600 أسرة من الحديدة خلال الفترة من 15 إلى 30 من يونيو المنصرم، بعضهم توجهوا إلى صنعاء والمحافظات المحيطة بالحديدة، والبعض الآخر توجهوا إلى محافظات عدن وأبين ولحج وحضرموت والمهرة. وأوضحوا أن مئات الأسر لم تجد المأوى المناسب في مناطق النزوح، كما لم تجد أي مساعدة من أي جهة، ولا تزال العشرات من الأسر تفترش الأرض تحت أشجار المزارع أو على أرضيات المدارس التي اكتظت بهم هناك. ورصدت رايتس رادار حالة اعتداء مسلح من قبل مسلحي جماعة الحوثي على نزلاء السجن المركزي في مدينة الحديدة مساء الأربعاء 27 من يونيو، حيث اقتحمت عربة مسلحة مصحوبة بناقلتي شحن متوسطة الحجم ساحة السجن المركزي وحاولت نقل السجناء بالقوة إلى مواقع مجهولة. وحين رفض السجناء الأوامر خشية نقلهم إلى جبهات القتال الحوثية تعرضوا للاعتداء الجسدي، وتطور الأمر إلى الاعتداء عليهم بالرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل 2 من السجناء أحدهما في السبعينيات من العمر، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين متأثرين بالضربات وبالغازات المسيلة للدموع. إلى واحد من أبرز العناوين التي تصدرت الموقع الإخباري المصدر أونلاين، الإفراج عن 7 مختطفين بينهم صحفي من سجون الحوثيين في صفقة تبادل أسرى. وقال الموقع نجحت صفقة تبادل للأسرى بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي بالإفراج عن 7 مختطفين مقابل 7 من أسرى الحوثيين. وقال مصدر للمصدر أونلاين إنه تم الإفراج عن المختطف الصحفي في سجون الحوثيين إبراهيم الجحدبي بعد ما يقارب عام ونصف على اختطافه ضمن عملية التبادل، كما تم الإفراج عن المختطفين نسيم المحدني ووائل العياشي ووليد الضبار وأحمد الشاعر ومحمد زيد وعادل العماد. وبحسب المصدر فقد أفرجت القوات الحكومية عن 7 أسرى حوثيين تم أسرهم في جبهات القتال مقابل 7 المختطفين الذين أجريت عملية التبادل من أجل خروجهم من سجون الميليشيا. كأس العالم للسياسات العربية، تحت هذا العنوان كتب الأردني محمد أبو رمان مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: الطريف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبيع للعرب سياسة أنه أنهى الصفقة النووية مع إيران ويطالبهم بدفع ثمن ذلك سياسيا واقتصاديا، ويتشدق بأنه انقلب على سياسات سلفه باراك أوباما الذي وقع الاتفاقية النووية مع طهران، وهكذا نشتري أوهاما ورهانات فارغة من الإدارات الأمريكية في مواجهة إيران إقليميا وقوتها المتنامية. على أرض الواقع ما فعله ترامب عمليا هو أنه سلم سوريا لإيران وروسيا وسهل مهمة تدشين طريق طهران المتوسط بعكس كل ادعاءاته وخطاباته العرمرمية. فوق هذا وذاك أثبتت الأحداث أن لطهران النفوذ الأكبر في بغداد وفي سوريا وبطبيعة الحال في لبنان ومع الحوثيين، بمعنى أن كل ما يقوله ترامب عن مواجهة إيران مجرد كلام في الهواء يتكسب ويكسب من ورائه من الدول العربية ويبيعهم الأوهام الزائفة. ما يحدث في درعا وسوريا يثبت أن الرهانات العربية على الدور الأمريكي في إضعاف إيران مجرد أوهام. ما نحتاجه اليوم عربيا وإقليميا وإسلاميا هو مقاربة جديدة كليا لإدارة شؤون مجتمعاتنا وخلافاتنا الداخلية ذات الأبعاد الطائفية والعرقية والاستراتيجية أولا، ولعلاقاتنا ومصالحنا المشتركة ثانيا، لأننا نسير من خسارة إلى أخرى أكبر ومن منزلق إلى مرحلة أسوأ. فقدنا خلال الأعوام الماضية وحدها مئات الآلاف من القتلى وملايين المهجرين والنازحين وموارد مالية هائلة وثروات تسرق للدول الكبرى والفاسدين، وبتنا شعوبا مطحونة بأزمات الجوع والخوف ونقص الخدمات الأساسية وغياب مشروعات التنمية. تقول صحيفة الأيام حول معارك الحديدة في عنوان بارز:
الحوثيون بحاجة إلى ميناء الحديدة حتى لو كان تحت إشراف أممي. وتنقل الصحيفة عن صحفي عربي قوله: لا يمكن تجاهل أن أهل الحديدة والمنطقة المحيطة أناس مسالمون لا علاقة لهم بالسلاح المنتشر بين قبائل الشمال. وأضاف: ليس في وارد أن يقاتل أهل الحديدة الحوثيين القتال القتال ليس من عاداتهم، كل ما يستطيعون عمله هو اعتماد الصبر في انتظار اليوم الذي يستعيدون فيه حريتهم بعدما عاثت الميليشيات المذهبية التي ترفع شعارات إيرانية فسادا في المدينة. فوق ذلك كله، هناك عاملان يمكن أن يؤخرا الحسم العسكري، أولهما وفقا لتصريحات نشرتها الأيام أن استمرار الحرب يشكل مصدر ربح لعدد كبير من الأطراف داخل وخارج اليمن، كما أن الجيش الوطني اليمني والتحالف العربي لا يستطيعان إلا مراعاة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي يصر على إعطاء فرصة للحوثيين. وتفيد الأيام عاجلا أم آجلا ستستعيد الشرعية الحديدة، لا خيار غير تحرير الحديدة، والذي لن يكون إلا خطوة أخرى على طريق توجيه ضربة قاضية للمشروع الإيراني في اليمن. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك، تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. نقلت صحيفة العرب الجديد عن رئيس مجلس الأمن الدولي السفير السويدي أولف سكوك قوله إن بلاده على أتم الاستعداد لإجراء محادثات مع أطراف الأزمة اليمنية للتوصل إلى حل للصراع الدائر في البلاد. أوضح سكوك في مؤتمر صحفي في المقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري أن السويد تحدثت إلى المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث: ونحن على أتم الاستعداد لإجراء محادثات مع أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للصراع. وتابع أنه من المتوقع أن يعتمد المجلس خلال الجلسة قرارا يؤكد ضمان حماية الأطفال والتزام الأطراف بالقانون الدولي الإنساني. وأعرب رئيس مجلس الأمن عن القلق إزاء انقسام المجتمع الدولي تجاه العديد من القضايا، وكذلك إزاء عدم احترام الأطراف المعنية للقانون الإنساني الدولي لا سيما في اليمن وسوريا. القوى العالمية الناشئة تصون هوياتها الثقافية برفض الديمقراطية الليبرالية تحت هذا العنوان، كتب موريس غود يليه مقاله المعاد نشره في الحياة اللندنية. وقال الكاتب: نشهد اليوم ختام 4 قرون من السيطرة الغربية، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تعد الدولة العظمى العالمية التي كانت قبل عملية البرجين التوأمين وبعد إخفاقها في أفغانستان والعراق وسوريا، فثمة بلدان كبيرة صناعية وعلمية مثل الهند والصين تطلع بدور منافس على الصعيد العالمي، وهذه القوى الصاعدة في إطار نظام الرأسمالي ترهص بدور مهيمن في المستقبل. والأمر الجديد هو أن هذه البلدان حال انخراطها في الاقتصاد الرأسمالي تعلن إرادتها السعي في تحديثها من غير تقمص الغرب والاحتذاء على مثاله، وتملك هذه البلدان اقتصادا قويا وعناصر بحوث علمية حديثة وجامعات من مستوى عال، ولكنها لا ترضى أن تربطها بالغرب علاقة التحاق تملي عليها إنكار ثقافتها، وهي ترى أن وقت إيجاب هويتها قد حان، وحان معه جهر رفضها مادية الغرب واتخاذه الفرد معيارا، وتغرف هذه البلدان في سبيل تشييد مستقبل هويتها من معين تاريخها وماضي تقاليدها وديانتها ومناحي حياتها التي تهددتها القيم الغربية بالخطر وهاجمتها بل ودمرتها.
وأنا أفكر أولاً بصيرورات التبلور الثقافي المشهودة منذ بضعة أعوام في الصين والهند وتركيا، فغدات نصف قرن على وفاة ماو، وكان هذا يلقي على كونفوشيوس بتبعته على ركود الصين. تنبعث الكونفوشواسية في الصين، ويلاحظ الأمر نفسه في الهند. كان نهرو غدات الاستقلال عام 1947 أقر فصل الدولة عن الدين مستلهماً الدستور البريطاني. واليوم يعلن ناريندرا مودي رئيس الوزراء أن على الهنديين جميعاً أن يكونوا هندوسيين، وأن الهند هي مصدر أعلى أشكال الروحانية الإنسانية، وعليها الوقوف مثالاً ونداً للغرب المادي. لص شهير يدعى رضوان فايد، وكما نقل موقع شبكة البي بي سي عن السلطات الفرنسية، هرب من سجنه في العاصمة باريس على متن طائرة مروحية. فايد استطاع الهرب بمساعدة ثلاثة من أعوانه مدججين بالسلاح، هبطوا بطائرة مروحية في ساحة السجن، ثم توجهت المروحية إلى منطقة غونيس القريبة من السجن، وعثرت عليها الشرطة المحلية. وفايد من بين المجرمين المعروفين في فرنسا، وكان يقضي عقوبة السجن لإدانته بارتكاب عدد من جرائم السطو المسلح. وكتب فايد في عام 2009 كتابا يتحدث فيه عن تجربة نشأته في ضواحٍ تتفشى فيها الجريمة في باريسيان، وزعم أنه ترك الجريمة غير أن الشرطة الفرنسية تعتقد أنه العقل المدبر لحادث سطو ارتكب عام 2010 أسفر عن مقتل شرطية، وحكم عليه بعقوبة السجن 25 عاما. وليست هذه المرة الأولى التي يهرب فيها فايد من السجن، إذ سبق وهرب عام 2013 بعد أقل من نصف ساعة من وصوله إلى سجن في شمالية فرنسا، واحتجز أربعة من حراس السجن رهائن كدروع بشرية، وفجر عددا من أبواب السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله بعد 6 أسابيع. شعب بانتظار غودو، تحت هذا العنوان كتب خيري منصور مقاله المنشور في الخليج. حين أجلي الفلسطينيون من أرضهم عام 1948 وحملوا أطفالهم وذكرياتهم على أكتافهم وفي قلوبهم، قيل لهم إنهم سيعودون بعد شهر واحد، وكان عليهم أن يصدقوا، ليس استجابة للوعود العركوبية التي طالما خذلتهم، بل لأن الإنسان يصدق ما يروق له وما يتمنى حدوثه. ثم أصبح الشهر عاما والعام عقدا، وأوشك العقد أن يصبح قرنا، وتوارثت الدراما التاريخية الكبرى 3 أجيال. ولم يفقد الفلسطينيون الرجاء، لكنهم ضجروا من فرط الانتظار. هناك مصطلح يستخدمه علماء النفس هو الإرهاق العاطفي، ويبدو أنه جرب كاستراتيجية مع الفلسطينيين، فهم بالفعل مصابون بهذا الإرهاق شأن كل البشر عندما ينتظرون طويلا، ثم يكتشفون أنهم ينتظرون غودو الذي لا يأتي، كما في مسرحية سامويل بيكيت الشهيرة. ما جرى للشعب الفلسطيني على صعيد الإرهاق العاطفي والانتظار العقيم جرى للعرب أيضا خلال عدة عقود انتظروا فيها تحقق الوحدة العربية التي كانت على رأس القائمة في بيانات الانقلابات العسكرية، ولم يبقى حالم بالسلطة إلا واستخدمها كورقة جاذبة للرأي العام العربي. ورغم أطنان الورق التي سودت عن فلسطين والوحدة العربية الممنوعة، بقيت المقاربات في هذا السياق سياسة خالصة، ونادرا ما كانت هناك مقاربات نفسية واجتماعية بالمعنى العلمي. ومن حاولوا تقديم مثل هذه المقاربات وصفوا بالبرود العاطفي والحياد الأكاديمي الذي لا يليق بأصحاب قضية بهذا الحجم. وكما أن الوحدة العربية لم تتحقق، بل حدث العكس وأصبح السودان سودانين والعراق عراقات، وفق تضاريس طائفية، وفلسطين ذاتها شطرت إلى ضفة وقطاع. فإن الانتظار الفلسطيني المزمن أفرز نمطا من الإرهاق يستحق الفحص نفسيا واجتماعيا وليس سياسيا. رياضيا، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن رئيسة كرواتيا كولونديا غرابر كيتاروفيتش صرحت أن روسيا تعتبر منافسا جيدا لبلادها في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها روسيا حتى منتصف الشهر الحالي. وأضافت للصحفيين خلال وجودها في مدينة نيجي
نوفغورود الروسية. أود أن أهنئ الفريق الروسي الذي تأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه بركلة الترجيح على إسبانيا. كنت أشاهد المباراة من منطقة المشجعين في نيجي، أعتقد أن الفريقين يستحقان التأهل. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن رئيسة كرواتيا قولها: فخورة بالفريق الكرواتي، لقد كانت مباراة صعبة، كان الفريق تحت ضغط كبير، لكننا ساندنا اللاعبين وتحقق النجاح في النهاية. حمى المونديال تنتشر خارج نطاق كوكبنا الأرض، فقد نشرت صحيفة البيان أن رواد فضاء روس احتفلوا في محطة الفضاء الدولية بانتصار منتخب بلادهم لكرة القدم على أسبانيا في بطولة كأس العالم العام 2018 بروسيا. رائدة الفضاء الروسية أولجيا إرتمييف غردت من داخل محطة الفضاء الدولية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالقول: هذا انتصار تاريخي. ونشر موقع مصور أو مقطع مصور يظهر رائداء الفضاء الروسيان أولجيان إرتمييف وسيرجي بوركييف وهما معلقان في الهواء ويشاهدان المباراة عبر شاشة أحد الحواسيب الآلية. ضحايا صامتون على جدران صنعاء، هذا ما اختاره موقع شبكة البي بي سي لنشر صور من على جدران العاصمة صنعاء استخدم فيه الفنانون الجدران لتوصيل رسائلهم. نتابع معكم هذه الصور.